كارياري ميلان الدور الإيطالي السيري أي الجولة 18، يعني كانت مباراة قوية. شاهدنا هدف الشوط الأول، هدف الشوط الثاني من زلاطان، ويسجل في الشوط الأول في الدقيقة 7 عن طريق ضربة جزاء. زلاطان يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53 في الشوط الثاني، يعني هدفين. شاهدنا من زلاطان، شاهدنا كيفاش إليسيو، غابرييل، شاهدنا ديغو، شاهدنا لوكا، شاهدنا كيفاش مارين، يعني أولفيرد، شاهدنا كيفاش بيرلو، جاو، شاهدنا كيفاش من جانب كارياري. يعني نقولوا بلي ماتيو، شاهدنا كيفاش ريكاردو اللي دخلوا في الشوط الثاني في غياب، نقولوا بلي ادم الناس، من شاهدنا كيفاش غياب ادم الناس. شاهدنا كيفاش ميلان، وين سيمون، شاهدنا ليسون، شاهدنا كيفاش بارنر، كيسي، تونلي، سامويل، يانيس، زلاطان، ابراهيم دياز. يعني من جانب شاهدنا كيفاش من جانب ميلو كان هو مسيطر 59% نسبة استحواذ، كاريالي 41%. شاهدنا كل مدرب دي فرانسيسكو من جانب كارياري اللي دخل بخطة 4-3-2-1. شاهدنا كيفاش ستيفانو من جانب ميلون وين دخل بخطة 4-2-3-1. يعني كل مدرب وكانت عنده النظرة تاعو. 416 تمريرة بالنسبة لميلان، كاريالي 281. يعني وين نقولوا بلي اليوم كارياري وين عانى أمام ميلو وأمام زلاطان السلطان. يعني وين يعني كانت مباراة في القمة، خاصة وين شاهدنا كيفاش غياب مؤثر جدا للعاب تاعنا كيما بن ناصر وين ما لعبش بسبب الإصابة. كانت مباراة شيقة، مباراة وين ميلو يبقى في الصدارة بهذا الفوز أمام كارياري. يعني كانت مباراة مفتوحة، يعني من شاهدنا خاصة في الشوط الثاني وين كارياري وين فتح اللعب من أجل تسجيل أهداف، لكن أمام صلابة دفاع ميلو وخط وسط ميدان قوي تاع ميلو وين باء كل شيء بالفشل. هذه هي الجولة 18، كارياري ينهزم أمام ميلو في الدور الإيطالي الدرجة السيري أي في الجولة 18.